تشاهدون الآن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نحب نشكر المجلس المحلي القوارشة على هذه المجهودات الجبارة يبذل فيها من أجل وقاية سكان منطقة القوارشة حاملة تعقيم ونشكر كافة الإذاعات الموجودة معنا. طبعا بنعطي تدريب بسيط على كيفية الصحيحة والسليمة لاجتداء الواقية اللي هو الجوانتيات والماسك. طبعا نعتبر روحي أنا قاعد في حوشي، بنطلع تو من عندي العمل ولا من عندي المصرف ولا من عندي السوق نجيب شويه حاجات للحوش. اول حاجه نديرها اللي هو الصابون، نغسل يدي بطريقه جيده بالصابون. طبعا نعتبر ان يدي تو حنفيه وحوض غسل. الغسل طبعا نقدر نعد من 1 لعند 20 باش تقدر الطريقه صحيحه. نغسل بالشكل هذا، حط الصابون، نغسل من جوا وبعدها من برا، بعدين الصوابع الكبار والصبع الاخر، نظف ظوافري بالطريقة هذه وبالطريقة هذه. تمام، لكي غسلت شو ندير؟ حال غير ما نشفش منشف عادي، ناخذ مناديل ورقية ننشف يدي بالطريقة الصح، وتكون يدي سلة ولا كيس نحط فيه المنشف الورقي، وبعد ايش يقعد عندي مطهر، ناخذ مطهر بالشكل هذا. نفس الطريقة زي ما درت بالصابون، نمسح من جوا من برا بين الصوابع، الصبع اليسار الصبع اليمين، ننتظر شويه لين الكحول يتبخر. حسيت ان الكحول تبخر، ناخذ الجوانتيات اللي هو الجلافز ونلبس بشوي بشوي، ما نستعجلش في اللبس، على المحل ما فيش حد يجري ورايا. نلبس اليسار، بعدها نلبس اليمين. طبعا الجوانتيات هذين نفس الاتجاه، سواء تلبس هذا على اليمين ولا اليسار نفس الطريقه. بس القفازات طريقه تمام. نجي للماسك، نمسك مع الطرف هذا ومع الطرف هذا. طبعا شنو الجهة الزرقاء هي الخارجية والجهة البيضاء هي الجوانية، وانت حسس المكان اللي فيه طرف البلاستيك اللي هو هذا. نمسك بالشكل هذا، ننزل اللوطة، والمكان اللي فيه طرف البلاستيك نضغط عليه بحيث انه شنو الكمامة تاخذ شكل الخشب شكل الأمن. تمام، هيك تو انا اموري تمام. عديت المصرف، عديت للسوق، عديت للعمل، جبت حاجات العيال وروحت للحوش. ركزوا معي هنا، المهمة هي طريقة الخلع أهم من اللبس، لأنك أنت لبست حاجة معقمة، لكن تو أنت جايب معك أشكال وألوان من البكتيريا والفيروسات. الطريقة الصحيحة طبعا شوفوا في ناس يمسكوا مع الطرف هيك، هذه غلط. تمسك من عندها كأنك مع الرقبة، تمام، تسحب بشوي بشوية، ما ترميش هذا شديد، لا تلفها بشكل هذا، لأن هذا مليان فيروسات، ما ترميش في السرعة طول. تجيب صبعك هذا، طبعا هذا معقم وكان في الكواتي، تخش صبعي هذا وين؟ بالطريقة هذه، ونسحب بشوي بشوي، معلش نسحب بشوي بشوي كأني نسحب طرف هيك، هاي الطريقة صحيحة. ونمسك تو هذا آمن معقد 100%، ونحطه في السلة وبعدين ننزع الكمامة بالطريقة هذه، نفس القصة في السلة، ونعقد من جديد يدي هيك. هذه الطريقة الصحيحة، ليش؟ لأن ارتداء الواقيات هي كمامة والقفص. ربي يحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ جميع المسلمين، وشكرا.
مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله، جولتنا اليوم بكاميرا نادى الحرابي. مع بعض اليوم حنكونوا داخل منطقه القواش وحنشوف اليوم اجواء وطنيه رائعه. ما زلنا نحث اليوم على العمل الوطني وعمل الخيري. اليوم المجلس المحلي القواش بتعاون مع شركه الفا للخدمات الصحيه دايرين حمله توعويه للمواطنين، حيقوم من خلالها اعطاء بعض النصائح والشهادات للمواطنين وتوزيع كمامات وجوانتيات، وحيوضعوا ايضا مواد معقمه على الناس الماره. عارفين يا منطقه القوارشة مكان حيوي، والجزيره هذه بالذات جزيره حيويه ودائما فيها الحركه المواجهه سواء من محلات من سيارات من سيارات نقل، ما شاء الله زحمه. قلت لهم يا جماعه حضر خلقكم في حواشيكم غير زيد. الحضر تو ساكن الساعه 12 حق الزحمه ما شاء الله. نحن عناد على فكره، لكن حميد الله عز وجل وهالناس الطيبه. بكلمه نادر الحرابي حنشوف بعضنا اجواءنا اليوم في حلقتكم جوله من داخل منطقه القوارشه. كيف ما احنا نشاهد ما شاء الله الشباب كلهم فازعين، شباب منطقه القوارشة كلهم بالكامل. طبعا تحيه لعبد السلام من نايهوم ما شاء الله، اليوم هو وعياله نازل الشارع. عبد السلام ربي يعطيك صحه يا سلومه ان شاء الله عليك. فطبعا هذا هو العمل احنا اليوم اللي وصلوا به الناس، هو عمل الخيري، العمل الانساني، العمل المجاني بدون اي مقابل. ساعدوا الناس ولو حتى بمعقمات بسيطه، حتى لو ان هي بالتركيب المحلي، بس فكره احنا شنو نوزعوا على الناس كلها. في اللي ما قدرش يشري هالمعقمات، في اللي ما قدرش ان هو يجيب حقه، فلو كل واحد وزع من عنده اكيد حيكون في راي كويس للناس ان شاء الله. هاي شباب البطاح، هاي خذ البطاح، هاي بطاح ان شاء الله نسكم الله. هاي حويج، هاي كم واحد؟ اثنين انتو؟ هاي ربي يصون ان شاء الله. ربي يعطيك الصحة يا الله يعاونك. قضيتوا؟ الله يسلمك. طبعا كيف شفتوا الكرام، نحيي كل سكان منطقة القواش على فزعتهم اليوم. معنا حاليا اخونا عبد السلام نايهوم. عبد السلام اول شيء ربي يعطيكم الصحة. سلمك استاذ محمد، بارك الله فيك على فزعتك وجيتك لنا هذه حقيقة، وكانت حافز لنا، وتم توزيع المواد الحافظة ضد مرض الكورونا عافاكم الله، وان شاء الله في زين حسناتكم وبارك الله فيكم وسون طيبين ان شاء الله. انت اليوم ما شاء الله انت نازل انت وعيالك اليوم. الحمد لله. طبعا انا مسكن منطقه قوارش، تهمني طبعا مصلحه الناس، واللي نقدر نديروه في جهاتنا نقدر نديروها، وهذا اقل حاجه نقدمها منطقتنا. ومشكور مجلس محلي حتى هو ساهم معنا في الحمله هذه، والحمد لله على كل حال. الحمد لله. شباب شنو حالكم اليوم؟ تمام الحمد لله. قول لي كيف شفت مشاركتك اليوم في عمل خير في وسط منطقتك؟ لا ما شاء الله، والله بنغازي يا عامر اديها بهلا، والناس يعني متجاوبين معنا والناس حبونك عشان ان احنا درنا الحاجه هذه، ووزعنا عليهم المعقمات والكمامات
وقلافز وان شاء الله يعني ان شاء الله بالبلاد نقد لما خير الخير ان شاء الله. وانت وين كمام كان؟ تفزع معنا من بدري توزع ترى وين كمام؟ انت توزع ونسيتنا معلش كمام انا قول لي ايش جو العام كيف شفت جو العام اليوم؟ كويس 100 100 ديما اي حاجه فيها عمل خير تخص بلادنا خش فيها تمام. ربي يحفظك مصطفى يحفظك كل شاب ان شاء الله. معاك مازلنا مصطفين تعال شوف باقي اجواءنا اليوم في جولتنا من داخل منطقه القوارشه. هاي شباب مشاهدي الكرام حاليا معي استاذ ابراهيم رئيس مجلس المحلي منطقه القواش. بديت نحيوك وربي يعطيكم الصحه ان شاء الله يا رب. بارك الله فيك استاذ محمد انستنا وانست اهلك في منطقه القواش. الله يبارك فيك. اليوم ما شاء الله فزعتكم وطنيه حلوه اليوم لمنطقه القواش بالذات عن جزيره انابيب وتوزيعكم اليوم للكمامات ومن مواد المعقمه، فكيف جت اليوم هاللمه الطيبه هذه؟ قام اليوم المجلس المحلي القوارشه بحمله توعويه تثقيفيه خوفا من تفشي فيروس الكورونا، ونتمنى من اهالي منطقه القوارشه الالتزام في بيوتهم خوفا عليهم وحرصا على سلامه الجميع. الله ان شاء الله يا رب. اليوم من الناس اللي فزعت معاك وقفت معاك اليوم؟ الله ينقفل لا يفوت نشكر شركه الفا على مجهوداتها وشركه مصنع نبيب يعني قدموا لنا خدمات باش قمنا بهذه الحمله. شو اللي قدموا لكم اليوم؟ قدموا لنا جوانتيات وكمامات وتعقيم ومضخات اماكن باش نبخوا فيه نعقموا فيه المحلات. حلو. احنا اليوم ما زلنا نبوا شغل اقوى كمجالس بلديات داخل المناطق، نتمنى اليوم كيف ما صار في الدول الثانيه المتقدمه كيف التعقيم عام في وسط المدينه، فلو كل بلديه دارت اجواء من عندها الموضوع حيكون اكبر وحيكون اقوى التعقيم للناس. اكيد ويبقى اقل حد وانتشار في المناطق، نتمنى بلديه بنغازي ورؤساء المجالس اللي في المناطق ياخذوا حظهم مجلس منطقه القوارشه على الاقل لتعقيم مناطقهم والحفاظ على سلامه اهالي منطقه. لو كل رئيس محلي طلع ودار موضوع هذا في منطقته خلاص ماش حنخافوا لان هي كلها حتتحرك. اكيد نتمنى لهم التوفيق ونحن نشتغلوا ما فيش امكانيات استاذ محمد، نحن راهو كلها عمل تطوعي، الناس اللي دعمها هالحمله درناها كلها الدوله ما دعمتناش كلها عمل تطوعي، نتمنى بلديه بنغازي تدعم ارسال المجالس باش كل رئيس مجلس على الاقل يحافظ على منطقته ويعقمها ويحد من الانتشار الوباء. يا رب يعطيك الصحه استاذ ابراهيم موفقين ان شاء الله. بارك الله فيك استاذ محمد الله يفتح عليك ونور فيك. زين معك متواصلين في حلقتنا اليوم راح بيك استاذه فوزيه بدايه وباسم كل اعضاء مجلس المحلي منطقه القواش. السلام عليكم، مشكوره قناه الحدث دايما سباقه في نقل الحدث بصراحه. والله انا ان شاء الله بصدد طبعا منظمه الحمله طبعا كودا الشؤون الاجتماعيه في المحلي واسمها القوارشه عامره بهلها. هي طبعا الحمله هذه حتقوم ان شاء الله بتجميع نجمعوا طبعا تبرعات كماديه ولا كلوجستيه ومواد غذائيه او مواد تنظيف ونوزعوها طبعا ان شاء الله حنجمعوا اكبر عدد من المواد وحنوزعوها ان شاء الله على الاسر اللي هي موجوده عندنا بالمسجله في الكشوفات وارقام تليفوناتهم طبعا عندنا ونحن طبعا انا اناشد اهل الخير وفي ناس خيرين بصراحه في ناس تدعم انا نقصد في ناس تدعم وتعطي فينا والقوارشه راهي عامره من زمان يعني من بهالها في ناس تعطي وتدعم باقل الامكانيات. طبعا مشاهدينا الكرام ما لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، نحب اليوم نقدموا شكر باسم جميع الناس اللي معنا اليوم مشرفين شركه الفا اللي لها دور كبير اليوم في دعم هالحمله. بدايه نقول لكم ربي يعطيكم الصحه موفقين على كل ما قدموا فيه اليوم. العفو بارك الله فيكم، انا حمزه نجم مسؤول الاعلامي لشركه الفا الطبيه. احنا لازم نوضح في البدايه ان هذا ليس له غرض اعلاني او تجاري بقدر ما هو له علاقه بتدعيم المسؤوليه الاجتماعيه. اليوم شركة ألفا الطبية كانت أحد العناصر المشاركة في هذه الحملة بالاشتراك مع المجلس المحلي لمنطقة القوارشة، الغرض منها التوعية والإرشاد زي ما تشوفوا. قمنا بتوزيع عدد من الإعلانات الإرشادية التي توضح كيفية التعامل، كيفية غسل اليدين، كيفية الوقاية، شنو الإجراءات اللي لازم
اللي قامتها في حالة البعيد مثلا تحصلوا على مشكلة الفيروس أو كذا، عافانا الله وإياكم. هذه الفكرة من الموضوع، شركة ألفا من ضمن سياساتها التخطيطية في العادة تدعيم المسؤولية الاجتماعية. لدينا أكثر من نشاط، اشتركنا في أكثر من مجال في السابق في مثل هذه الأحداث الاجتماعية. نتمنى من الله عز وجل أن تمر هذه المرحلة العصيبة، ونتمنى من الله أن وحشي ربي يعطيكم الصحة، ونتمنى من ربي أن يدي جميع الشركات سواء العامة أو الخاصة كلهم يطلعوا. يعني لو كل شركة اليوم دارت هالخطوة، شركة ألفا، شركة غير سين صاد عين، كلهم لو يطلعوا كلهم يدعموا المواطنين سواء بالصغيرات أو بالبخ العام، مش حيصير وباء في بلادنا. لا صح، هو طبعا نحن هذا هدف أساسي من أهداف تدعيم المسؤولية الاجتماعية. زي ما قلت لك ملاش علاقة بالإعلان، بقدر ما نكونوا مثلا يعني خلوا باقي الشركات تحذو نفس حذو ما قامت به شركة ألفا الطبية، وهذا كان عامل ناجح في العديد من الشركات، دعمت في عديد من الشركات، ساهمت يعني حتى تجهيزات طبية في المستشفيات وكذا، وإني كان في دعم كبير جدا جدا من عدد من المستشفيات. فالجانب هذا بصراحة يعني نحن في مجتمع دائما متعاون، فكان فيه تعاون مشترك فيما بيننا وبين بعض الشركات الأخرى. هذا هو الهدف الأساسي يعني في تدعيم المسؤولية الاجتماعية، أن نكون قدوة لغيرنا للمشاركة. تو حاليا وصلنا بكم في قدام مكة شرطة القوارشة، ما زلنا معاكم مستمرين في المنطقة. تو حاليا مع بعضنا حيبخوا الشباب داخل المركز بالكامل، حخشوا مع بعضنا نشوفوا كيف طبيعة التعقيم. الله يبارك فيك يحفظك يا رب، ان شاء الله مع بعضنا حنشوفوا تعقيم مركز الشرطة، بعد عندنا محطة ثانية حنمشوا لها بس بعد المركز.
بعد ما كملنا من مركز الشرطه تو حاليا وصلنا الى مدرسه الجوارشة. طبعا المدرسه هذه قاعدين يفينوا فيها مع الميه تنطرت علينا. هو دباستنا اليوم خرب، حتى دباستنا مسكينا خرب كله من المواد المعقمه. فطبعا المدرسه هذه كما حكونا هذه المرضى كانت مدمره بالكامل في حرب تحرير بنغازي، وبعدها الحمد لله بفضل الخيرين عمروها من جديد. هم كيف بنينها ما زالوا تو بدو يعقموا فيها حتى هي. طبعا عبد السلام مسكر منطقه القواش. عبد السلام المدرسه هذه طبعا هي كانت مهدمه بالكامل اكيد. طبعا كان متضرر من اضرار الحرب، وتم الانشاء من جديد والصيانه عن طريق مجلس محلي او عن طريق مجلس البلدي بنغازي. والمجهودات حقيقه تشكر كلهم. كان في الموعد الاستلام وتو على تشطيب، يعني خلاص على وشك الاستلام والامور كلها. بس الوحيده في القوارش انا ولا لا؟ هذه تعتبر الثانويه الوحيده في القوارش اللي هي بنات. ايوه ما شاء الله، صيانه كامله بالكامل. صيانه كامله، انشاء من جديد وصيانه كامله. طبعا هذا المبنى الاداري كله جزئيه، هذه في الجزئيه الثانيه كلها فصول حنشوفها مع بعضنا. وهذه كلها كانت متضرره، كلها اضرار كامله تم ازالتها وانشاء من جديد. كانها كلها راقيه نازله ما شاء الله. المناسيب كلها ما شاء الله كلها خدمة جديدة. هذه الفصول الدراسية من اللي أشرف على صيانة المدرسة؟ على طريق طبعا المجلس المحلي بنغازي. هذه أخذت وجه احتلال كامل، زواق حتى الأبلاغ جدد ما شاء الله. طبعا أدراج استلمناها للسنة من المخازن، أدراج وطاولة المعلم. هذا كان طايح بالكامل. طايح بالكامل الفصل هذا الوحيد كان طايح بالكامل. الجزئية هذه تم الإنشاء من جديد، الإنارة نتاعها، الطلاء، الشبابيك كامل جاهز على الأدراج، بس الأدراج جاهزات زي ما شفتون. طبعا عارفين أن منطقة القوارشة عانت واجد ياما شافت. عانت واجد، لكن الحمد لله بالمجهودات الشباب المنطقة والإخوة المسؤولين كلهم فزعوا واللي في جهتنا نديروه، وإن شاء الله ربي يقدرنا. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم جوله بكاميرا نادر الحرابي من داخل منطقه القوارشه. شكرا للمجلس المحلي القوارشه، شكرا للحارس البلدي القوارشه، شكرا لمركز الشرطه، شكرا لمدارس القوارشه، شكرا لاهل القوارشه على فزعتهم الوطنيه اليوم. شكرا ايضا لشركه طلفه اليوم اللي كان لها دور في انجاح الحمله. هذا النبوه اليوم كلنا نوحد ايدينا، شركات عامه، شركات خاصه، مؤسسات الدولة، مراكز الشرطة، الناس الخيرة. هذا احتوى وقتنا فزعتنا لبلادنا. نطلب برجاء خاص من الناس المسؤولين من بلديتنا من مجلسنا التعقيم العام في الشوارع كما شفنا في الدول الثانية. الناس تعقم في المدارس من جوة، مراكز الشرطة من جوة، تعقم السيارات، يعقموا في الحبوس كويس، كلها شغل تمام. نبوا التعقيم العام يبخوا في الشوارع ويبخوا في كل مكان باش أي ميكروب في بلادنا يموت وأي بلاء في بلادنا يريح عليها باذن الله تعالى. في الختام انا نقول لنا ربي يحفظكم، يحفظ عيالنا واهلنا، ويحفظ امهاتنا، يحفظ كل اهلنا في كل مكان. دورنا حاليا يا شباب الوطنيين في هالفتره ما ينفعش، الناس المختصه بالاعمال الخيريه، الناس اللي لها دور وطني، تو وقتكم. القوارشه اليوم زحمه ناسك، ما حد جيهم في الصبح قال لك لا حاضر نقعد في حوشي، كلكم طلعتوا، بما انكم انتم طالعين فلا تو عندكم وقت تخدموا هالبلاد وتصبوا لها ولو بالتوعيه والكلمه الطيبه. في الختام رب يحفظكم، رب ان شاء الله يبعد عنا البلاء، رب ان شاء الله يحفظ امتنا، رب يحفظ جيشنا وينصر قواتنا المسلحه وتكون بلادنا في اروع ما يكون. هذا الحرابي محمد شقس، احييكم، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.